حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. سادتي أني سادتي متابعي إذاعة الحياة FM على 93، أهلا وسهلا بكم جميعا في حصتكم حضرة الأسياد. طبعا كالعادة أسيادنا ضيوفنا الكرام في البلاتو، سي محمد الشابي، سي محمد الهادي الشابي، اهلا وسهلا. شهيرة شهلول، شهلول اللي ما يحبكش راه مهبول يا شهلول. اهلا وسهلا بك، عايشك ربي يبارك فيك، وان شاء الله يومكم سعيد، وان شاء الله كل عام ونحن ايامنا زينه والحمد لله. مرحبا بك. طبعا الشيخ عمران التميمي، اهلا وسهلا، مساكم بالخير يا سيدي. مرحبا الشيخ عمران، الله فيك، ربي يبارك فيكم، مرحبا بمستمعينا الكرام. النور يخفق يا سيدي. ان شاء الله عمران، ان شاء الله اليوم يوم عيد. ايوه اليوم يوم عيد. طبعا حصتنا اليوم لها طعم خاص، احساس جميل، شعور نبيل، كل العبارات في الحقيقه لا تفي بالغرض في تمجيد هذه المناسبه وهذا العيد السعيد الذي اعتبره يعني العيد الأهم والمهم في حياة الإنسان، طبعا إضافة إلى الأعياد الدينية. وعيدنا اليوم هو عيد أمهات كل الأرض، أمهات كل الأمم، أمهاتنا العربية وأمهاتنا بالتحديد التونسية. إن شاء الله كل عام وأمنا وأماتنا ألف خير، ورب يرحم كل أم غادرت هذه الدنيا أمين في ضيافة الرحمن، وإن شاء الله تكون في الجنة. المهم احنا معناها أول حب عرفناه، أول قلب سمعته خافق، وأول قلب سمعته صادق هو نبضك يا أمي. ولهذا لم مهمة ياسر في حياة يعني الفرد وفي حياة المجتمعات، وإن شاء الله ربي يفضل كما كنت نتمنى نقول، ربي يفضل كل أم حية، وربي إن شاء الله يطول في أنفاس كل الأمهات اللي مازالت على قيد الحياة. شيخ عمران، يظهر لي أنا يعني البداية نحب نشوفها تكون معنى كيفاش تكون في تمجيد الأم، في فضل الأم في ربي سبحانه وتعالى كي خلق الكائن الحي هذا وعطاه السر هذا اللي معناها وكلوا به ربي. اش نجم نقولوا على الأم معناها مع النص القرآني ومع الحديث النبوي والسيرة النبوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المولى سبحانه وتعالى أوصى بالأم. أيوة. أوصى بالأم وبالأب كذلك، أما الأم فبتني هي بالدرجة الأولى. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. معناها الأم هي التاج نتاع الإنسان، وهي اللي تسعد الإبن أو معناها يشقى بدعاها، فهمتني؟ وربي وصى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. معناها من كرش الأم حتى لنترضع وكذا 30 شهر، وهي حاملة وهو في وسطها، هاو تنقلها وضربها هاو عمل، وفوق هذا تولد معناها اليوم الولادة قداش من دم تهبط، قداش من صيحة صاحت، قداش من وجعت، فهمتني؟ ما فماش. المولى سبحانه وتعالى نهار اللي تموت الأم ينادي المنادي من 7 سماوات، ماتت التي كنا نجازيك من أجلها، حديث قدسي، فلتعمل صالحا نجازيك عليه. معناها شوف الدرجة عند ربي متاع الأم. إيش معناها الحديث؟ معناها فتن ولا اللي كنا نذاري فيك على خطرها هي هاي ماتت، أعمل من عمل صالحا فلنفسه، تو تعمل تخدم على روحك، ما عادش نذاريوك. معناها وهذيك القولة الكبيرة اللي أنا الشائعة عنا، نقولوا ميتين من اليتيم الأم. أي الأم هو اليتيم، فهمتني؟
هو اللي يتيم. الأب حنين زادة ودعاه مستجاب فهمتني ولا؟ أما الأم ما عند دعوة متاعها ليس لها حجاب بينها وبين المولى سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يفضلهم. أمين. والموتى ربي يرحمهم فهمتني، وربي يرضيهم علينا دنيا وآخر، وربي ينجح زاد الأمهات اللي جاية في الطريق باش تولي أمهات. إيه طبعا نقولوا لهم هذوك ما يلي زرعك عثنية. أيوة يا متعدي على زرع الناس، يا لو زرعك عثنية أيوة تكبر الكنة وتولي حماء. أيوة فهمتني، معناها راهو جايك الطريق. أيوة أيوة يعطيك الصحة سي شهلول. سيدي المناسبة الكريمة هذه شنو تنجم تقول لنا؟ مش نقول أنا منقول على عيد الأمهات. والأم ما فماشي ما أحن منها على ابنها ولا على بنتها فهمتني ولا؟ توصل في بعض الحالات تولي فما أنانية. لا وهذه لا شهلول سمحني، هي راي غريزة سبحان الله، غريزة موجودة حتى في الحيوان. ربي خلقنا هكا. توم قطوسة مثلا يعني تبدا بحذاها صغارها مازالت كي وديتهم ما تنجمش تقربها، يعني تبخبخ عليك. صحيح كيف كيف هذه راه فما اسرار. شوف الشاشه العظمه ايه شهلول، شوف راه فما اسرار ما نعرفوهاش احنا، نعرفها كان ربي سبحانه وتعالى. لانه العالم هذا راهو احنا عالم غريب. عالم غريب صحيح، قاعدين نشوف ونلمسوا في حاجات ونراو في حاجات، ولكن المخفي اعظم. أيه. الحاجات اللي ما نراوهاش معناها حاجه رهيبه. ايوه سي شهلول، بالنسبه للام ما فماش ما احن منها، عندها لابنها ولا لبنتها قطعة منها سبحان الله. البنت ولا الطفل ما يحسش، يحس به حتى في النوم. هذه تلقاه هو راقد، هو راقد تلقاه راقد يشخر، وهي تفكر فيه تفكر فيه زعما ولدي مغطي توا راه في دار مرته زعما ولدي مغطي توا، زعما ولدي تعشى، زعما علاش هي المرأة كي تجوز ولدها ولا بنتها كيفاش تفكر توا؟ بالحق انا نعذر الأم كيف معناها ولدها معناها يأخذ ويمشي عليها بالحق. علاش؟ تعرفش علاش؟ لأنه الإشكالية تصديق قولك أنت أنه نوع الحب نتاع الأم للابن أو للبنت هو يختلف على نوع الحب للابن لبوه ولأمه. صحيح هو بكله حب، ولكن تصديق قولك مش كيما نوعية الحب هذاك. نعطي مثال بسيط، كأنه ما مثلا نار مش كيف كيف. الأب مش يحب، الأب مع الولد مودة. الحب تاع الأم ما البو ما تسمى ما فيش حب، هي عواطف، ولكن كلها هو الحب. يعني شوف فروع منه حب الابن يعني من طرف الاب مش كما حب الام للابن. صحيح وهو في الكونتكست هو حب، هو حتى ربي سبحان في القران ما تكرش الحب، تكر المودة. صحيح المودة. صحيح المودة. المودة هذه شنو هي؟ انا راني مثلا كيف ترى انا عشت برشا حالات وشفت في الجيران وفي الاخوان وفي الاصحاب معناها الام يهز اللسان على الكلام، الام راي ما ترقدش النوم، راي تتحس بيك ولدي زعما انا غدوه مش يخدم غدوه كيفاش زعما قام بكري ما قامش، بنتها مثلا معرفة مسيكنا الأم مع ولدها كي يبدأ كي يمرض معناها كي يصيروا لا قدر الله مشكلة وكذا تقاها بيديها وبجيها وتسعى وتمشي مثلا تتسلف باش مثلا تعاونوا مثلا إذا عنده مشكلة تعاون بتصلح له، خاطر عندها طرق وأساليب. الأم أرزل من البو عنده كالفزة، من الأم دي مرزينة دي ما ربي ينزل عليها السكينة الرزم هذاك فهمتني باش تسعد. علاش لم ديما فهمت الله الناس تستشيرها في حاجات، تقولها يا امي مثلا حاجات ما تستشير لامها، حتى الطفل يستشير امه وما يشبه. ولكن شهلول ولكن ثم حاجه مهمه يلزمني نقولها انا، ما شوف انا دون سابق اعداد يعني جاتني في مخي نقولها انا، الرا اللي طريقه
تربية الأبناء اختلفت يعني في الثلاثين سنة هذوما وفي الأربعين سنة يعني صار اختلاف أقل. احنا في كثير سنة كنا نمشيوا للإملاءات كنا بيض أبيتنا تضربنا أمنا كانت تعيط علينا وكنا كذا أمام أقل من إيه يعني سنة. شوف التغيير هذا يا راو زادة من فما حاجة زادة فما مسؤولية كبيرة أنه الأمهات هي مسؤولة على الأجيال هذه ويلزمها إلى كان شوف إلى كان فما تغيير صار في العالم وتغيير في نمط العيش يلزم لهم تكون مواكبة ويلزم لهم تكون صارمة في بعض الأحيان. أنا شفت معناها عدة أمهات بصراحة وربي فضلهم واقفين لأبنائهم ولكن طريقة يعني التعامل مع الأبناء يعني هي مواكبة للعصر ولكن في بعض الحالات ولأني أستثني في بعض الحالات فما مبالغة. إيش معناه إيش نقول إيش معناه إيش نقصد فما شوية دلال زيد أكثر من اللزوم في بعض الحالات أقول جيدا ولكن أغلب الأمهات هي واقفة نحبوا كتري في الدلال ذيك لا ندلوا ونقصوا شوية ونخليه لأنه راهو بصراحة شهلول وشيخ عمران العصر هذا يلزم ننزل تنزل على يعطيك صح يلزم تنزل على تنزل قلبها, قلبها شوية ويلزم هذيك تدخل في باب التربية لأن فما دعاء يقولوا الله يرحم من ولده من ربه. أيوة. شوفك الشيش ما أنت اللي خليتها نهار آخر فمن يرحم من ولده من ربه لأنه عليش رأي الأجيال هذه لما نسويش حاجة رأي باش تعيش مع بعضها يلزمنا نفهموا حاجة أنه الإنسان وقت اللي يربي صغاره كما يحب هو أي. وفما ناس تربي صغارها كما تحب هي راو تعمل حسابها راو باش يتقابلوا في المكتب باش يتقابلوا في الروضة يلزم نتباهاو تربية أبنائنا ويلزمنا نخليه معناها الأجيال هذية تكون متعافية أكثر ما يمكن في وسط هالتحولات اللي نعيش فيها. فما سي شكري حكاية هي صغيرة ممتازة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان واحد فتن ولا معناه يطلع في الروح نحكيوها بالدرجة يطلع في الروح يحتضر صحيح فهمني يتكلم مع الحاضرين إلا شهادة من نجم شيء ينطقها. أيوة. مشاو للرسول قالوا له فلان راهو يحتضر هكا وهكا وراهو الشهادة من نجم شيء ينطقها قالوا هزني ليه الرسول ما كانش متكبر مشى عليه الصلاة والسلام قالوا عنده أم قتويه عيط لها قال لها اش عامل قالت له ما عمل شيء راهو فتني ولا يحبني راهو يبوسني راهو يبدلني راهو مالش بيه هكا فما حاجة عم قلت له راهو يعمل في حاجة برك أنا راهي ما دعيتش عليه بالشر معناها كانت صابرة يجيب الحاجة بالسرقة مني أنا ويدخلها لمرته لزوجته وأنا فتني ولا الحقيقة نتغير داخلانيا ولكن ما نتكلمش قال لهم برا جيبوا شوية حطب وحطوا الحطب قالوا قلت له يا رسول الله قال هذا مش نرميه فيه ولدك علاش يقعد قلت له تمرات فؤادي أيوة. يا رسول الله ابني راني مسامحته دنيا واخره هو مازال بحذاها واحد من الصحابه قالوا راه خلص توا انتقب الشهاده قال الرسول قال الحمد لله اللي نجاه ربي بيا انا معناه شوف الام اي طبعا اللي هي ما قتلوش هو يدخل في الحاجه بالسرقه على امه المرته معناه تحاسب عليه وقت النزع الحمد لله شوف الحمد لله. شوف حب الام ما يضاهي حتى حب يعني المخلوق هذا اللي ربي سبحانه وتعالى كرمه احسن تكريم واعطاه يعني المسؤوليه بصراحه ربي انا نقول ربي ان شاء الله يفضل كل ام ولا بعد ما تموت زاد وصانا ربي اي بعد ما تموت خرجت من الدنيا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما امر لهنا معنى قل رب ارحمهما كما ربياني صغيره امرك المولى سبحانه وتعالى بس تطلب لهم الرحمه والمغفره الحمد لله اي نعم سيدي سي شهلول فما حاجه سي شكري ايوه فما كل الحوار انت مع صغيراتك لازمك ترشدهم وتحدثهم مش نقعدوا نتحدثوا نتفرجوا كان على المسلسلات والافلام والعرس واللبسه والسروال والبورتابل والانترنت لا 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 لا
ناخذوا باينا خاطر تطور العصر فيه السلبي فيه الايجابي. ناخذوش نحنا كنز سلبي الكل، لا ناخذوا طريف منه وطريف منه. هو شالول في الواقع هو ساهم العصر هذا ساهم في فصل يعني العائله تلقاهم يعني يعيشوا في بيت في بيت وكل واحد في بلاصه لانه كل واحد شاد شان معينه في الانترنت. صحيح انا فاهمك، ما كنت ما يعنيش انت بو عندك اسره في دارك وعندك ثلاثه صغيرات وعندك مرتك وعندك اختك معاك تحدثهم تخرف لهم. اي نعم اي نخرف لهم انا ونحكي لهم يا سي عمران نعم يا ولدي نهار اخر يا طفله راك مش تولي ممات كما ممات كاني قاعده ريتا ولهذا حضر روحك وافهم شنية الحياة وما تخممش في خمم كم في الخير وتبدأ عندك نظرة مستقبلية للحياة الطيبة. اش مش تعمل واش مش تنشط واش مش تقادي، مش نخمو كم في الماكلة، لا لا نخمو في الصلاة ونخمو في التقوى ونخمو في الزكاة ونخمو على الفقير. ومن هنا نتكلم أنا على أمهاتنا المسنين الفديار المسنين هذوكا أمهاتنا اللي عندهم ربي موجود. لا وأنا من هنا من مكاني هذا نقول نهدي لهم تحية ما نقدر حتى وأنا نقول. نحب نعز يا سي شهلول أكل يهزم لدارة المسنين، ولو أنا دارة المسنين راي ممتازة ياسر وأنا ريتها وخارق العادة ونظافة والعفافة، أما يوصل على خاطر مرته لله قاتلوا ما تلزمنيش امك يهزها لدارة المسنين، هذيك نعزيه ونقول له راك خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة. فيق على روحك وبشر روحك وتوا يلزمك تجيب امك. ربي يطبينا على كل حال وان شاء الله هذا يكون يسمعنا هو الشخص هذايا وان شاء الله ما فما كان الخير نحن نقوله وان شاء الله المستقبل طيب وان شاء الله صغيراتنا ياخذوا المشعل علينا وعندهم كل الحنين. الحنانة ما فماش كيف راي في الدنيا فهمتني، كما نحن حنينا وهم حنت علينا ان شاء الله الجيل القادم هذايا يكون موجود فهمت ليه باش يعرف شنو عليه وشنو ما عليهوش، مش نحن نقعدوا فهمت ليه نفكروا كان في الماكله والشراب ولا هريسه ولا الحاس ولا الفلوس ولا لا ولهذا حب الحياه باهي. أيوة. حب الحياه باهي ملي كنت نظر للمستقبل ونخزروا فما يوم قيامه جاي حضروا له الاخره بالتقوى نتاعنا وبصدقنا وباخلاصنا وان شاء الله ما فما كان خير. ان شاء الله بطبيعه الحال كلام حلو برشا شهلول. شوف ونحكيه الحصه كامله ونحكيه الحصه الجايه والشهر الجاي على الام هذا الكائن ما تاخذش باقي ما تاخذش حقها ما نعطيوهاش حقها لانه كما سبق وقلنا يلزم العائله تكون يعني ملمومه مع بعضها وتكون يعني متكاتفه في حب الام. انا نقول لك اعظم حب هو حب الام، يعني اول حب اكتشفه الانسان مازال على الفطره هو حب الام والحمد لله هذا الكل من فضل ربي. بطبيعه الحال احنا بالمناسبه هذه الفريق التقني يقول لي فما مكالمه مع البنت التحفونة الفنانة الصوت المتميز ريتال الهاني. مرحبا عشان انتي شكري شن حوالك يا ريتال؟ مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بأبي مستمعي راديو حياة FM الكل ومرحبا بالتقنيين الكل. يعطيك الصحة ريتال نورتنا في حصتنا حضرة الأسياد. عايشك والآنسات زادة ما لاش نوه عايشك بسيعة. بهذه المناسبة نحب الحي كل أم وبصفة خاصة يقول جبران خليل جبران أجمل ثلاث نساء في العالم أمي وظلها وانعكاس مرآتها. نحب نقدم لكم قصيدة لهشام الجخ. أي تقول لما جيت أكتب عن أمي قلت عنها شيل هم قلت دي بتجري في دمي قلت يا ما حاجات كتير مش جديدة لما جيت أكتب عن أمي عاجزة قدام القصيدة شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري اتقطع يوم الولادة
وتوصل الحبل الوداد. حبي ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة. في التعب كانت بتسأل، جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلامة. وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكانت بتحضن بابتسامة. وقتها ما كنتش بفكر، ده الظنى جه من الظنى، لما جيت أكتب عن أمي لقيتني بكتب عن نانا. لما جيت أكتب عن أمي عجزة قدام الحروب، قام الألف زعق وقف قال لي ما تفهم يا ولا، ده أنا مشترك في اسم من لا شريك له، وأول الاسم الألف وأول الأم الألف، ودي مش صدف، ربك بيخلق من العدم، خلق الألم وهنن على وهن. سالتني لحد ما بلغت الحلم، ويا ما بتدلع عليها ويا ما بتمنى عليها، ويا ما حوطتني بجناحها ويا ما دمعت في حينيها، ومن ايديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة، ودس عليها عجل زمنا وكانت بتحضني ببساطة، ولما بتعب كانت تطبطب كانت تجيب لي الشوكولاتة. الله 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 الله، يعطيك صحة يعطيك صحة ريتيل ريتيل. الشاعر شكون هو ريتيل؟ زي تفكرنا أيوة في بالك اللي هو جانا واستقبلناه، وكان عنا شرف استقباله في يعني مدة 6 أو 7 سنوات في مهرجان ربيع الفنون، واستقبلته القروان وكان حدث كبير ياسر لهذا الشاعر. ريتيل الهاني مرة أخرى نقول لك يعطيك الصحة ونورتنا، وإن شاء الله تكون عندك مداخلات أخرى. اش حبيت تضيف ريتيل؟ نغني مقطع صغير مهما خلتني المدن. يا ترى اعطينا مقطع صغرون كيف كنت يا ريتيل. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبراح ده إلا قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وانت ريتال دايما صوتك ريتال الهاني دايما صوتك في إذاعتنا الحياة FM. نشكروك على المداخلة الطيبة ويعطيك الصحة ريتال، وإن شاء الله نستقبلوك في حصة أخرى معانا تكون ضيفة. شكرا شكرا. نحب نشكر بالحق برشا 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 ماتي نزهة، وحب نشكر مامي وجدتي أم فا الله يرحمها، وحب نشكر الناس الكل، كل الأمهات التونسيين والعربيين حتى الأوروبيين كل نساء العالم، خاطر الجنة تحت أقدام الأمهات. يعطيك صحة، ما تنساوش ربيت زيادة. يعطيك صحة ريتال، يعطيك صحة طبعا. أيوة. الفريق التقني إن شاء الله تكون، شكرا شكرا ريتال طبعا. هاي. الفريق التقني إن شاء الله تكون مكالمة جاهزة الثانية اللي موجود بعد ريتيل. طبعا احنا نحبوا باش نختموا يعني الربريكة ذي متاع عيد الأمهات بالمكالمة اللي نستناوها الآن. طبعا هو على فكرة ريتيل الهاني صوت متميز ممتاز ياسر، وقاعدة شوف يعني قاعدة تمشي بخطاها ثابتة، والتكوين متاعها تكوين أكاديمي، وإضافة أنها تعزف آلة الكمانجا بطبيعة الحال، هي تعاونها آلة الكمانجا سي شهلول تعاونها على الأداء الصحيح
لأنه الآلة الموسيقية المرافقة كسوا بيانو ولا عود ولا كمانجا يصلح الدرجات الأحبال الصوتية، وإن شاء الله تكون عندها مستقبل موفق. ولكن ننتظروا الصوت هذا بحول الله، ننتظروه في الـ يعني في هذا من اختصاصك. شكري أنت فنان فهمتني ولا مو احنا شوف شابعت شكري أيوة. شكري تابع مو احنا الأراو بصفة عامة الفنان نعرفوه من اللي هو صغير أيوة. يا إما الموهبة موجودة ساعات تكون أول حاجة لازم تكون تقلين تدخل أيوة ولا المكالمة الآن موجودة جاهزة. شكون معنا على الخط؟ ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا نورتنا. شنو أحوالكم؟ لاباس يا ربي يرضاك. شكون معنا؟ معكم آمنة. آمنة مرحبا يا آمنة عسلامة. يا آمنة نورتنا يا عيسى. آمنة شنو كملت القضية ساعة آمنة ولا تو تقضي؟ والله أنا كملنا نصليو كملنا. باهي شنو الفطور اليوم؟ والله الدنيا سخونة أكيد راه فطور خفيف. اي الحقيقة معناها كيف عنا حديث الحقيقة معناها بيتين وزفنا طيبنا هكا كل باهي ملا بابا باش تحضر له فطور وباش يجي يفطر معاكم والا باش تحضر له فطور وحده يبقى فطور وحده خلينا نفهم نتلاقوا مع بعضنا. يعطيك الصح باهي. شنو عن شنو باش تقدم لنا؟ والله انا اكتشفتوا اليوم حبيت نقدم معناها مناسبة الامهات. اي نقدم مساج لامي حاب نقول لها ربي يخليك لينا وربي ينحيك علينا راك انت في الدار وانت الفرحه. امين يا رب. حاجه هي اللي في حياتنا وربي يخليك لينا ان شاء الله كل عام وانت حياه خير. الله الله الله. وشكون الامك هو والبو؟ لا ما نقولوا له حد شيء. البو لي وربي بنيتي. البو راك على الكل في الكل. الكل في الكل هذاك. معنا غنيوا له الاغنيه نتاع انت الكل في الكل. ايوه 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 ترى غنينا منها شويه ترى. ترى شويه بركه شويه بركه يا وانت الكل في الكل يا عيني. الله 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 هذا تو صوت اخر نضيفوها الريتيل. سي عمران امنه هذه تنجمش تقول لي شكوني؟ هذه بنت سي محمد الشابي. شهيرة شهلول. بنت الشهلول. صار انت امنة ملا شهلولة انت كيما الشهلول وبنت المر وبنت حوت الشرفة فهمت. مرحبا بيك مرحبا بيك يا امنة نورتنا. بنت ربنا هذي من الاسم شهلولة معروفة فيه هنا بالله بالحق. صار يعيطولك شهلولة ملا يعيطولي شهلولة وعملت ماركز باسم شهلولة. شهلولة لكن قتالة ايوه. يعطيك الصحة امنة مرحبا بيك وربي يفضل لك الميمة الغالية وربي يفضل لك شهلول وربي يفضلنا أمهاتنا الكل. طبعا الجزء هذا باش نختموه وهدية باش نقدمها لك أنت آمنة وكل مستمعينا الكرام بأغنية سنيا مبارك في قصيدة لجعفر ماجد أماه يا حزني ويا فرحي ولنا عودة. تبقوا معنا مرب برانشي مرحبا بكم. عودة مع برنامجكم حضرة الأسياد. طبعا رحبوا بالسادة اللي التحقوا بنا الآن ويتصنتوا فينا. موضوعنا اليوم بدينا الحصة نتاعنا بالعيد الجميل العيد المزيان عيد الأمهات إن شاء الله كما كنا نحكي وربي يفضلنا أمهاتنا وربي يعطيهم الصحة وربي يقويهم لتكوين هذا النشأ الجديد. طبعا في ضيفتي كالعادة السادات سي شهلول مرحبا بك مرة أخرى وربي يفضل لك البنوتة ومداخلة كانت متميزة. آمنة يعطيها الصحة شهلولة لكن قتالة قتالة ما هو كذلك. سي عمران مرحبا بك. شيخ عمران عايشك يا سيدي. توا شيخ عمران البنيات الصغار هذوما مستقبلهم في الحياة طبعا هم باش يقراوا على رواحهم أكيد. أيوه تطور الدنيا تطورت توا يقراو والحمد لله. انا بصراحه لله. يعني شوف الاسلام هو انصف المراه اللي كانت يعني في كانت يعني في الجاهليه بصراحه كانت يعني مواقف مخزيه والقران معناها ذكره
معناها التاريخ الوثيقه القران هو كلام ربي سبحانه وتعالى. طلب الروح يوصي على المراه على الانثى. ايوه فهمتني. مال البنيه هذه نرعاوها كما كيل ورده. مش كيل ورده، هي ورده. ايوه هي تظل تسقي فيها بالطريف بالطريف حتى لين تكبر. فهمتني. ايوه وتكبر وقت اللي تبلغ معناها الرشد نتاعها بتباع لهنا دور البو مش يجي كما يقولوها يقعد ويدلدل رجليه والخطاب هاي ماشية جاية. ولكن تقعد سمحني يا عمران قبل المرحلة ذي تقعد فما سر بين الأم وبنتها أكيد يعني يولي يعني أصحاب أي وهذا كش يلزم الأم تصاحب بنتها. أيوة. وتصررها والطفلة تصرر أمها والأم تصرر بنتها وديما تلقاه الأب بعيد. أيوة. فهمني هذه سنة الحياة سبحان الله. هذيك سنة الحياة في خلقه فهمني. أي؟ وكل وردة هذيك بطبيعة هي مش تولي تطلع وردات كما القرنفل. أيوة. أنت تسقي قرنفلة وتولي هي تخرج عراف خرينة وردات محلاه التشبيه يا شهلول. نعم. شيخ عمران شوف محلاه يحق له أن يتعمم. أيوة. أيوة. هذاك ويجي عادة ندخله وتكبر لك البنية هذيك وتشد الخدمة وتولي ربة عائلة وتأخذ المسؤولية. وإذا كان ما شدتش الخدمة كذلك يجيها الخطاب. أيوة. ما الطفلة مالها إلا رجلها مالها إلا دارها معناها مفماش معناها شي يقولوا هما كيفما قولة ينقلوها في القروان البنية شنية هي متاع غيرها زهر. هي البنية عمرت دار غيرها. أيوة. هي مش عمرت دار بوها هو حتى طفل ولا عمرت دار واحد من جدا ما عادش يا حسرة كانوا قبل دار العيلة فهمتني ولا يجيبوا الكناين ويجيبوا كذا هذيك دار بيت فلان وذيك بيت فلان وذيك وكانت أسمع بصراحة عمران كانت التوى الأم عندها يعني البنت لما تخرج من دربوها عندها حنية خاصة رغم يعني وفائها وحبها لزوجها ولكن وقت اللي درجة ترجع دربوها باش تمشي تزور ولا باش تفطر ولا باش يضيفوها شهلول يعني فما استقبال. انا نرى موكب اخر مش هي الام راهي تفرق هي الحنيه متاع البنت تدخل كيما نقولوا احنا تدخل معاها البركه لدربوها وقت اللي تجي من دار زوجها تدخل معاها البركه ويبدا استقبال حار وترجع شوف انا نقول تعرف نقول يرجع الضوء للدار هذيك اللي خرجت منها البنية. يقولوا لنا أيوة. يقول لك البنية كي تتولد أي. تتولد خارج القلب ظل تحفر تعمل البورة أيوة. جبت انت جبت طفلة يعني جبت طفلة ظل تحفر لين تدخل القلب متاع الأب ومتاع الأم كذلك والطفل كي يتولد داخل القلب اشكي جبت جبت وليد راجل أي. ويظل يحفر لين يخرج من القلب هذيك سنة الله في خلقه فهمتني ولكن وهي البنية ديما حنينة والبنية أحن من الطفل ومخيبها وشوف عمرها مخيب فريقها مخيبها أنا ريت أنا حضرت على برشا مواقف أي. البنية شهلول كي تخرج من دار بوها معناها فما تحس فما بصراحة يعني مشهد فيه الفرح عين فارحة وعين تبكي لأنه البنت لها طعم آخر وخصوصية أخرى في منزل تكون صبية هي بنت الدار فتن ولا مع أمها تعرف التركينة ذي كشفاها والتركينة ذي كشفاها وكي يدخل البو معناها تمدلوا كما قلوها شلات لا شيء ذاك مش يتنحى تقاه الأب يبكي وتعاون هي تعاون هي مش تعاون هي أكثر من اللي تعاون وهي أم للمستقبل أي أم للمستقبل أم للمستقبل شوف ما حلاهم عادتنا شوف أنا بعد إذنكم وبعد إذن السادة المستمعين عندي غنية جميلة برشا الغنية هذه بصراحة عندها وقع كبير ياسر على قلبي نحبكم تسمعوها الآن هذه الأغنية هي لبنانية ونسمعوها وركزوا معها أكيد تشاطروني الغنية هذه واللي عنده بنية شهلول شنو رأيك في الغنية هذه؟ حلوة ياسر مستك نحس فيك تأثرت بها الغنية خاطر عندي بنيات ونحس
كان الطفله كيفاش تحب كما قال الشيخ عمران معناها عندها حنين وتاخذ المشعل على امها. وكما قال لك سي عمران معناها تعرف كل تركينه في الدار خاطر الام تصوح بالطفله تصوحبها كل ما عندهاش دخل طفله تصوحبها في كل شيء حتى في اسرارها حتى في حياتها الشخصيه طفله. ولكن لابد باش يجي نهار انه البنت هذه باش تصبح ام وباش تفارق وتتزوج. فراق الحياه اصعب من فراق الواحد ما فماش من بطبيعه الحال. انا عشتها عشتها عندي بنتي بنت العرس تاع من اول معناها الكبيره ما نجمش نصف شنو كان البعد اللي معناها تسكن بعيده هي ومعناها مرضت فهمتك خاطر مستانسه بها قدامها تمشي وتجي وتعمل وهي معناها اكثر من اكثر من الام في الدار هي طفله هي الديريجي اي ولكن شالول هي سنت الله في سنت الله في خلقه قاعدة تسيب لا تقول قاعدة على قلبي لا لا ما ساعدنيش ما كنت هذاك احتسبك باش يقول فرد على باله ما يلزك للمر كان اللي امر منه اي احنا اي هذا هو حياتي يلزمها هي تاخذ المشعل تولي عندها مسؤولية في دارها وتولي طبيب وتولي قاضي وتولي تحس برجلها وتولي وفما شهلول فما اجراءات قبل الزواج هذه في ايامات الزواج بطبيعة الحال تحذيرات فبتحذيرات احنا معانا على الخط مدام زكية الحفصي. مرحبا بك مدام زكية. السلام ومرحبا بالضيوف نتاعك ومرحبا بك يعيشك مرحبا بك شهلول وسي عمران وسي مرحبا بك نورتنا ومسية جميلة برشا عندكم نسمع فيكم بكري شيء جميل يعطيكم الصحة مدام زكية. مدام زكية سمحنا كان عطلناك شوية بطبيعة الحال انت راك اول حاجه ساعه نقدم لك يعني اكبر التحيات لانك انت ام لعائله كامله نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله بناتك كل عام هما حيين بخير وكناتك كل عام هما حيين بخير. طبعا انت يعني مثل الامهات تونس الكل يعني تتمنى الحياه السعيده لابنائك وانت امراه مناضله معناها ونظلت في العائله نتاعك كما يعني اغلب امهات تونس. دونك نقدم لك مره اخرى التحيه الكبيره بالعيد هذايا ونعطيك توا باش يعني باش اولا ساعه باش نخليك تقدم انت تحيه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش نتفاهموا على البرنامج نتاعنا باش تحكي لنا كنا نحكي وتوا شهلول كان يحكي على البنت كبرت وعدينا غنايه البنيه كي تكبر كيفاش فهمتني باش تحكي لنا على الاجراءات هذه معناها باختصار الاجراءات نتاع البنت هذه اللي كبرت واكيد راه فما جهاز قبل تبدا عمرها قداش باش خليك الكلمه اللي كنتي مدام زكيه. ايوه قبل نبدا نسلم على امهات تونس الكل حتى بناتي ولاو امهات وصغارهم أيوة. في الجامعه ومش عارفوا لصغارهم الله 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 ربي يفضلهم الله ان شاء الله ديما راسك حي عايشك يخليك وبخاصه من خلفين الكلمه اللي حبيت نقولها في البدايه هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من بشرى بانثى معناها من الاول الدنيا الانثى ديما الانثى مبروكه وديما باهيه قسمها هي عمرت الغير احنا مثلا نقولوا الانثى عمرت الغير مهما تكون الدار نقول دار بلا بنات ما تصبح حد شيء معناها في الاخر هي عمرت الغير ماهيش عمرت الدار لكن انا بفضل الله بناتي عرسوا لهم الزوز صغار قبل 20 سنه كما عرستنا ونبكي وحال تحليل باش خرجوا بناتي باش تقعد وحدي لكن ربي عوضني بكنين اكثر من بناتي الله بصلي على النبي الحنيه اللي عند بناتي ما لقيتوش عند كنيني بناتي كنيني احل من بناتي عليا ذيك بالعيد ذيك انا لكن هذوك بجنبي يحطوني في عينيهم وخاصه اللي بجنبي البرادوان نتاعي هذيك اللهم صل على النبي عيني يدي سقيه اللي بجنبي توا جايه طريقها يلا زكيه مش تولي حماء توا جايه طريقها مش تولي حماء مش تولي حماء ما ولدي بكري ولدها كتب لها في الفيسبوك راه امه تقضي كل شيء قال هبط الفيسبوك ولد صغير قال انا نحب نعاون ماما نحب على نحب نجيب لها كنه قلت له تحب
دبر روح على روحك انت باش تعالج باش يجيب كنا لامه هو يخمم على روحه قال ماما تعب نحب نجيب لك كنا باش تعاونها في الدار. ايوه عشان نرجعوا للموضوعنا الاصلي. موضوعنا الاصلي البنيه دوما تكبر احنا قبل الخرايط القروين البنيه من 10 سنين لما تخبي لها كان شريت حاجه مزيانه ابوها تخبي تقول بنتي هو عندي طفله كان شريت سيربيس كان شريت مغرفه كان شريت معون اي حاجه يقول خباها لبنتي هذيك بنتي تو تكبر احنا زرابي زاده كيف نعرسوا ودار زرابي مزخمين ما نفرشوش الدبش الكل ما نفرشوش العبين ما ندوش العبين الكل وربي كي يطلع موديل جديد الموديل هذاك متنحى خبيها لي بنتي خبيك الحاجه انا برشا حاجات نتاعي انا نتاع عرسي اهديته وخبيتهم لبناتي ما هانوش عليا خلينا نستعملهم انا ونهار اخر بناتي ما لقاش الموديل هذا بالحق الام ديما تحل بنتها وخاصه الكبير انا نعذروا شهلول يخرج بنته الكبير وخاصه بعيد عليه في قابس انا في كندا هو في قابس وانا في كندا نتفكر بنتي تفكر شهلول نبكي هو في الحنه نتاع بنته نغزل له فرحان ويشرح قلبه يحس حزين كما انا انا فرحانه نبكي من كثر الفرحه ونبكي من كثر باش نشتاق بنتي ويذيك الواحد يظل فرحان يقول هو بنتي قاطع على قلبي ما خذيتش لكن كيف يفرح بها لكن البعد ماهوش به ماهوش به الحقيقه وهذا ولكن سنت هذيك سنت الحياه وتهنينا عليهم يا ربي الحمد لله وحطيناهم في بلايص باهيه وتهنينا عليهم يا ربي كل حمد نرجع للبناية احنا الموضوع شو قلت لي قبل عارف نهار المحمد مروحه احنا قبل في القروين البنيه قبل الجامعه قالوا اللي هم بها وكلها باروخ في الجنوب البنيه كذا اللي ضعيفه شهر كامل يحطوها في بيت المونه والا في قبل الدهليز يوكلوها ويشربوها وما تخرجش الشمس باش تسمن تقعد بيضه كذا اللي مرض ضعيف بنيه ضعيف احنا في القروين في بلاصه نحبوا الزبال نحبوا توا ما عادش يبدا قبل نحبها سمينه ونحبها كليه في الصينيه توا تركيلي ياخذ يحبها زبال تحبها مكة فهمتني احنا الجمعة نتاع العرس بالي كلها بالباروخ جمعة كاملة باش ما تقعدش البلايص نتاع الشليكة نتاع السمش نتاع حاجة ديما مبورقة نهار المرويحة مبورقة هو معناها كلبيض باروخ يعملوا أيوة. باروخ عظام عظام وبيض البيضة ديما مغلفة الجمعة التالية هذه كلها من نهار تنقي ذلك مقادية بالباروخ أيوة. تحافظ على البياض نتاعها البياض النافع فهمتني نهار المرويحة ولكن مدام زكية مدام زكية هما في من باب الدعابة أنه لا المطربين الكل غنيوا على الأسمر وقت اللي يجي العرس المطربين الكل المطربين اللي موجودين في العالم العربي ديما يغنيوا على الأسمر يغنيوا على الأسمر ولكن في العروسات نتاعنا يلا بتولي وقتها يتفكروا البياض. صدقني العروس ينزل على سر حتى سمره مهما كان. أيوة. ينزل على سر وتبياضك الباروق تصفى جلدتها القشره نتاعها الفول ولي مزيان روزي ولي روز ما تقعدش سمره تولي أيوة. روز تقي وتعمل باروق تولي روز بني ينزل على سر من عند ربي هذوما بناتنا نتاع قبل. اي انا مجد محافظه على كلمه قبل محافظين عليها احنا في القرون نتاع قبل محافظين عليها نهار المرويحه من الصباح البنيه تفز يدوشوا لها العروسه وتقعد قدام الحنينه تنقش لها الحرقوس بعد ما تعمل حرقوس يخرجوها للحجامه الحجامه تنتظر في شطر النهار من نص النهار والعروسه عند الحجام حضر الحجامة نبعثوا لها فطورها هي والحجامة اللي مش زيها نبعثوا لها فطورها حاجة شيء حتى مصلي يا مدام زكية بالله ذكرنا أنت حتى بالمناسبة توا هكا الحجامات قبل وقتاش درجت الحجامة وتتذكرش شكون الاوائل كانت الحنانه الاوائل الحنانه اللي يقص لها شعرها والحنانه تعمل كل شيء أيوة ما كانش حجامات هي الحجامات فن عهد فن عهد ما فماش والله ما فماش كحجامه يمكن 1900 ولا قد امي قبل قد ما عندناش حجامات الحنانه تعمل كل شيء الحنانه تقص لها شعرها وحنانه تعمل لها المشطه وحنانه تعمل مكياج كل شيء تعمل الحنانه لكن يمكن 100 سنه تحيط تطورت الدنيا حتى وقت الاستقلال بدات ولات عندنا الحجامات والكل فهمتني انا في عرسي حجبت عند فرنساوي كان فوق حانوت كميشه اول ما هو مع مدام ذيك اسمه يخدم حياه فرنساوي
فوق حمدكم ميشا بداوا بشويه تعبيت غره وبعد كده دخلت على المسامير. تعلموا 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 بعد ما حجم تقريب في حومه الشرفه نتذكر انا. اي حيات الحيات هذيك اول وحده في حومه الشرفه. لا مش لا مش حيات محرزيه. شكوني محرزيه محرزيه مع هذيك مثل الغمغوم. أي. الغمغوم بن حسين يبيع في الزرابي. ايوه هذيك اللي عندها الفرنساوي. ايوه هذه انا نتذكروا محرزيه هي عندها الفرنساوي جابته معاها. ايوه هو اللي علمها. ايوه وبعد محرزيه جات حيات الحجام. ايوه انا باش هذه. أيوة. حبيت نقول لك حاجه باش الاخره للتاريخ باش ناس. أيوة. باش تعرف الاخره. أيوة. على الاقل نحن انا خاطر نتبع. أيوة. قبل انا حبيت نوضح. أيوة. لك حتى تو تمشي للحجامات. لا لا ما انا ولد حومه الشرفه. لا وبطحة قدامنا نلعب فيها بالكوره وانا بنت بلدين كيف انا انا قرب الله والحج بحنا بعضنا الناس كل فهمت. أيه أيه ما حبيت باش نعرف الاخرى بالحجمات توا اللي حجمات القدم. أيه حجمات القدم أيه ما فيها باس تكريما لهم فهمتني ولا لهن خاطر لهن اي لهن الحمد لله غلطه نحويه فهمتني هدايا باش يعرفوا الاخرى اللي فما ناس كانت تخدم في المصنع هذايا وهذا هو التكريم لهم هذايا هو المقصود. مدام زكيه اذكرت صباح الشالون تذكر الحنانات المشهورين في القروان كلهم كانت الحنانه كي تعدى بك الحيك لك الحنانه لك على الحرقوس باش بدها لك تجيب الحرقوس تشم تعرفها اي تتعب الريحه تشم ريحه الحرقوس وقت الفليجه في يدك بتاع الفليجه كي بتاع الطهور بتاع الطهار محمود الرماني يرحمه فليجه الطهار وفليجه الحنانه فرد نوع الفليجه فيها الحرقوس وفيها الجيد العروسه الجير باش يغمق لها الحرقوس تو ديريكت لجير لا شيء بتالك وسيبه فهمتني؟ ما هو البركه كبر ما هو الطهار يا زكية صدقني يا زكية ما هو الطهار والطهار عباره على حجام والحجام معناها قريب للحنانة زملاء مالا شنو هانو يعملوا ساك بعضهم فهمتني ولا الساك هانو انا نتذكر سي مصطفى بن عميرة رحمه الله ورحمه جامع المسلمين كنت مشي معاه وانا صغير يطهر عاده يقول لي هز الفليجه عنده كساك ظريف هكا ونمشي معاه على الموتور يطلع لبرا وتدي تروح بالصندوق هذه نذكر اي نمشي معاه وانا صغير في امتناه في 15 سنه عاده يقول لي هذه معناها يمرني باش نشد الصندوق منه وساك منه ونمشي معاه على الموتور الله يرحمه كان هذاك في حكايته بلا سردوك سرديك ما في حتى شيء هذيك هذيك انا ريتها عند عمران يعرفها هذه انا ريتها من قبل سي مصطفى بن عميره هو سي لحبيب العجره حجام وبوه حجام ما خلى ابوه على الجد هو بوه يوسف العجره كان في بن ولام قابل قهوه عراك اي نعم فهمني كان زاد طهار وكي طهر طهر يعطيوه سردوك هاك السردوك هذاك كانوا قبل يقولوا سردوك ما غير مره تو انتم حكيتوا تو جبتوا سرادك وجبتوا أيوة. على الحجام ايوه خليونا الساعه نكملوا مدام زكيه فما حاجه قالتها مدام زكيه وانا باش نسالها سؤال وانتم قطعتوني ايوه باهي ما يسالش مسموح لكم اي مدام زكيه مدام زكيه انت جبت وقلتي هزوا الماكله للعروسه اي ما هو فما يقولوا جاء فلان جاه سقام العرايس هي باش تنجم تاكل ما تنجمش تاكل سقام العرايس اما يهزولها هذيك عاداتنا تقاليدنا أيوة. مع الحجامه نتاعها تفطر تقول عليها باش تقعد من العشيه ولليل وانت بصدر شرها باش تاكل واللي أيوة. معاها صبايا اللي مشاو معاها اللي مو معاها صبايا يدوروا معاها ياكلوا مع بعضهم اما باللي باش تاكل خليني باش تنوش معاهم اما لازم ديما فطور الحجامه يمشي نهار المروحه نتاعها مدام زكيه مدام زكيه انا صغير نثبت انه تبدا العروسه مصدره في الحنه نتاعها ويحطوا بحذاها الحظارات نحكي لك انا التاريخ نتاع وقت اللي كانوا يفرشوا الزربيه على المادري والبرامل البرامل ايوه البرامل والمادريات والبرامل والتصوير والزربيه تحت الحيط والجريد ايوه 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 بورقيبه والمازده والجريد وكلامبوبات ويعرضوا ويعرضوا البنات اللي مازالوا ما عرسوش يتعرضوا باش يراوهم ويخطبوهم فك الفتره هذيك هكا صحيحه هكا موجوده كان لا 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 اللي عرسوا اللي عرسوا لا هاي باش تحكي لنا مدام زكيه عاد لا باش تحكي لي ايوه هذيك فما حاجتي ثم نهار المحضه كانوا يعملوا محضه ايوه ايوه العشيه المحضه العشيه كانوا قبل كل مرأة عروسه جديده خرجت عروسه جديده عرس عندها شهر ولا شهرين أيوة. جديده
تبعت فراره من دارها، فراره دقها تعرف الزربيه هذيك، هذه مرت فريم مش تقعد جنب العروسه. أيوة. هذه مش تخرج مخروجه، يسميوها مش تخرج مخروجه. ريزيرفاسيون معناها. ريزيرفاسيون، كل فراره نتاع كنت فلانه، كنت شهلول هاي فرارتها كالزرقاء، وكنت زكيه فرارتها الخضراء، والاخرى هذيك الفرارات الكل نتاع نهار المحضر. لكن في الحنه نتاع هذه قبل هذه نهار المحضر. لكن في المرويحه اللي زاد يعملوا ساعات هذيك الحنه المحضر العشيه، مثلا الحنه يجيو الصبايا يلبسوا معاها مع البنيه الطرايو باش يوريوهم هذيك بنت فلان مش ياخذوا، هذيك بنت فلان مش ياخذوا، هذيك معناها ما كانش تلاقي الدعارف كما تو بالفيسبوك في الشارع وفي السينما وفي البحر وفي دار العرس، هذه يعرفوها من الصدره بصدره، عمرها ما خرج يخرجوا كان دار العرس ولا في الحمام يعرفوها هذيك بنت فلان تخطب الولد مش الحمام تختار له الطفله في الحمام، السمينه والمزينه والبيضه والسلسه ما عندهاش اماره ما عندهاش شهوه في بدنها يفرزوها من الحمام، لكن في العرس يفرزوها هذيك بنت فلان جميله برشا هذيك شابه هذيك شنو يفرزوهم هذاك نهار الحنه مع العروسه، لكن نيت المرويح يتصدروا معها الناس كل يتصدروا الصبايا ولا بالعارسين وكل يتصبروا مع بعض، فهمتني؟ هذه اللي المرويح، هي نرجع لموضوعنا الاخر، موضوع الاخر هذه هي اللي ما زالت ما خرجتش وما زالت تبدل في حوايجها وتلبس فيها الحنانه وكل يدخلوا كل عزاز الكبار كما امك زكيه توا لا ما زالت صغيره ايوه 74 معز صغيره لا مصلي على النبي 24 اسمعني تقول لها رد بالك هذيك، تقول لها رد بالك راجلك حطه في عينيك. ايوه تقول لها لا ما تحطش راجلك حط حمتك في عينيك راك تحب امه راك تحب امه واللي يحبك انت. ايوه روح علاش تحط توا قولها توا توصي في ولا بنتها تقولها عفس عليه نحط يدك فوق يده. اي ظل هو مصدر تعفس عليه معناها بساقها. اي تعفس عليه بس هي ولا تحط يدها فوق يده. اي هذيك اللي موجوده حتى قبل موجوده. أيوة. اما ما يعطيوهاش اهميه المراه الباهيه تعيط لعمتها وتعيط لخالتها وتعيط للناس كبار برا قريها الام تحسب تجيش تقول بنتك الحاجه وكل حاجه كما حاجاتي وقلبوا الناس اخرين اللي خارتين على العروسه رد بالك حمتك حتى في حياتك هي الكل راهو الراجل ياخذك تحب تعب شمه وماليه رد بالك تكره عمته وخالته واخته راهو يهزك امه امه حطها في عينيك. أيوة. حط امه اذا كان ما حطش امه في عينيك الراجل يطول قسم الراجل ميز مرته ما يميزش مرته على امه ديما يميز امه على مرته يستحيل يستحيل تو ما عادش اللي يدخل هي ذاك هو انا نتفرج حتى في فيسبوك اللي يدخل مرته ذاك هو كلمه ورجع للشطار ارجع للشطار كهو المهم هي هي مدام زكيه المهم يعني فما فما يعني هو تواصل يعني تواصل بين الاجيال هو يعني البنت وقت اللي باش تتزوج وباش تكون اسره معناها لازم تكون على اسس صحيحه كما كنت تحكي انت بتوصيه الناس الكبار انه باش تحافظ تكون على العلاقه حميميه بينها وبين عائله زوجها وبينها وبين زوجها هذاك مفروغ منه وباش العيله تتلهى في تربيه الاجيال ما يتربيش الجيل بمشاكل ومجموعه من يعني المشاكل اللي تخلي من شانها راهو عندها واقع سيء في حياه يعني الاطفال دونك الانسجام هذا هو من شأنه باش يكون بناء عائلة يعني بتكون متوازنة والعائلتين يكونوا كيف كيف معناها توا الأسهار يعني كيف كيف معناها اللي شد احنا نقولوا بتونسي اللي شد الصباع شد اليد كلها ثم سي شكري ثم حاجه ما قالش عليها لا سي عمران ولا سي شاهلو نسالوا وين مش نسالكم عليها احنا انا قبل وانا اخواتي خرجنا عرايس والدي كي تقفل الكرهب ويجي حمويه طب صعين حمويه يهزنا ما تقوليش على الصديق الصديق والله ما تخرجش بالعروسه او باي رجع باي يرحمه رجع باي فرج البنبي رجعوا الدار وقالوا برا جيب لي صديق بنتي ما طلبتها بنتي في الكهرباء لما تجيب لي صديق تحط لها بالزرع ما تخرجش في مدار الزرع بالزرع الزرع حطوا لها كرولو هذيك توا في الباكو نتاع شهلول وكذا خامات نتاع توا توا قبل ما تخرج ياخذ الكرولو نتاع الزرق حط لها في عبونه باش تبص يهز مرته يهز يقول لك ويشربوا كاس الحليب أي محلاها بالعسل باش تبدا الحياة صافية بالباي أي كان قبل بول عروسة ما يعطيش حطوا لها تبع سكر تبع سكر بالسكر
ايوه وتبع سكر في فمه وتبع سكر في فم الراجل، فمش كاس حليب وكاس كتحطوا لها كل واحد تبع سكر في فمه وفم راجلها، فمش الباي وكاس حليب وباي يشربوا فيهم الزوز كاس وزوز من الناس. احنا ما فماش هذي. احنا مدام زكيه اليوم حكينا على يعني تقريبا معناها ما حكيناش يعني ما دخلناش ما غصناش في الاجراءات نتاع الزواج و حكينا بصفه عامه، انطلقنا من موضوع الاغنيه وانطلقنا في الاول في بدايه الامر من عيد يعني الامهات، اللي الام ذي هي كيفاش تبدا ام، كيفاش تكون هي تكون بيبي صغير وتكبر وبعد تتزوج. طبعا نورتنا في المداخله نتاعك مدام زكيه، وان شاء الله انا ديما نقول راه مدام زكيه انا راني بالنسبه لي انا ما نتهنى الا ما تحضر معانا في البلاتو ان شاء الله. اذا قلك صدقني الجمعه ذي وانا من تبي في زوز على سقاي لطف عليك، ما نجمش نطلع فوق الدروز، وكان مش الدروز انا حداكم ديما، كان جيت عندكم اسانسور راني نجيك نجيبوا طياره ونطلعوك، نجيبوا طياره ونطلعوك. المره الاخرى ما طلعت الا ولي عندي تكيكه. لطف عليك اللطف عليك اللطف عليك. نخلي جو كما بتاعكم انتوما توا سي وخاصه سي شهلول وعمران وانت وربي يفضلك اللي صنط فينا، اما راني دروجي ما نجمهمش ياسر. نهبطوا لك اللوطه، نهبطوا الفريق التقني الكل ونهبطوا اللوطه. على كل مدام زكيه مرحبا بك وان شاء الله مره اخرى ربي يحيينا ويحييكم الامثال وان شاء الله عيدك مبارك. ميرسي بيان. زياد غرسة، ما دام نحكيو على الجو نتاع الافراح، ساداتنا الكرام عوده معكم في هذا البرنامج. بطبيعه الحال نزيد نذكر الساده المستمعين التوقيت الجديد نتاعو هو يبدا نص نهار ونص حتى الماضي ساعتين ونص. طبعا كنا نحكيو على مع مدام زكيه، كنا نحكيو ونتحدثوا على اجراءات الزواج، وحثتنا على الحجامه القديمه شهلول، ويعطيك الصحة أنت فكرتنا بالحجامات المناضلات الحنانة والحنانة. بطبيعة الحال هي المناسبة هذه باش تاخذ راهو إن شاء الله في حصة أخرى نحكيه عليها بأكثر تفاصيل، ولكن افتحنا قوس أيضا وللرجل نصيب وهو كذلك وللرجل نصيب في هذا يعني ال 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 كيفاش نقولوا المناسبة السعيدة هذه، وهي مناسبة الزواج لي يعني لي بعث مجتمع جديد وعائلة جديدة. طبعا حبينا نشاركوا معنا الفنان القدير القيدوم سي محمد عزيز الخضراوي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك سي محمد العزيز، مرحبا بك ونورتنا. أهلا وسهلا. تحية أخويا شكري للحياة أفهام يعيشك، وتحية ليك على هذا البرنامج، كذلك نسوق تحية لخويا عمران وشهلول. الله فيك يرحم باي المنجي. ذكرى أسمع ثنائي من ذهب، ذكرى ومراجع. اي. ما غير ما تحتاج لكتب التاريخ لحد شيء، معناها تحضر هذوك معاك بفضة ربي. وأنت سي محمد، وأنت سي محمد زاد راك قيدوم ومرجع. ومرجع يعني لتاريخ. أول حاجة سي محمد حبيت نسألك على سؤال على الطاير، التوقيت نتاع الحصة شنو رأيك فيه؟ والله ممتاز، نهار الاحد هو لا محاله، فهمت نهار راحه، نهار الناس كل تبدا في ديارها ربما وقاعدين، معناها ما فماش خدمه ما فماش كذا، جل العباد معناها الاذاعات راهي رجعت القيمه نتاعها، ولاو معناها انا توا عندي تلفز قدامي وكذا وما نحل كان نسمع كان الراديو، معناها وما الحب في الليل كيفاش وما الحب للحبيب الاول. ايوه الاذاعه، ايوه الاذاعه نتاع وقت ما كانت تلفزه ونحلوها ونسمع ام كلثوم وعبد الوهاب والزمن الجميل، فهمت ونسمعوا حكايه العروي ونسمعوا يعطيك الصحه. فهمت سي محمد، اليوم تحدثنا على عيد الامهات، يرحم امي شادليه نقولوا له اي، ويرحم جميع الامهات بطبيعه الحال وربي يفضل الامهات الكل. اليوم تحدثنا على عيد الامهات وخرجنا انه الام هذه كي باش تجيب لنا بنت تكبر البنت هذه وباش يجي وقت انها باش تتزوج، وحكت لنا مدام زكيه الحفصي على بعض يعني الاجراءات اللي كنا ما تعمقناش يعني حكينا بصفه سطحيه. ايضا للرجل نصيب باش نحكيه على يعني الحجام هل عنده دور في الاحتفال بهذه المناسبة يعني الكريمة، أنه الزواج فما طقوس فما حاجات تحذيرات يكون طرف فيها الحجام سي محمد ما نعرفش كان تنجم تفيدنا. أكيد
هو أيوة. قبل كل شيء كان تسمح لي اخويا شكرا. أيوة. هو اليوم يوم المرأة عيد الأمهات، عيد الأم فهمت الله، والمرأة أيوة. هي اللي معناها نبض الحياة، ربات واللي تعبت واللي جرات واللي طيبت واللي معناها ضحات من أجل صغارها فهمت الله، واللي بكات وسهرت الليالي فهمت الله، معناها وكان معناها نشعلوا معناها يدينا ما نرجعوش جزء صغير من صحيح. عندي مقطع كان تسمح مش نهديه لكل أم تفضل حية ولكل الأمهات اللي توفاه وربي يرحمهم إن شاء الله، إن شاء الله معناها يطيب ثراهم فهمت الله ويجعلهم في من أهل الجنة. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة الله الله الله. تحية لكل أم تسمع فيها سي محمد. فجأني أنا 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 وكان سخالكي من هكا راني رافقتك بآلة الناي، بآلة الناي أكيد أكيد. أنت فجأتنا وهي مفاجأة حلوة برشا، مفاجأة صار يعطيك صحة سي محمد. مازال الصوت سي محمد يدندن، مازال الصوت موجود. ربي فضلك سي محمد. أيوة والله نحن تولى الحجامة، الحجامة رو عنده دور اجتماعي كان كبير ياسر في العهد ذاك والتوى هو رو فهمت له. الحجامة معناها فما ناس خدمته فما ناس ورو فما حاجة اللي ما تذكرتش كون رو برشا ناس حتى توى يخدموا في مناصب عليا وكل شيء دخلوا حانوت الحجام وتعلموا، حد اللي متعلم عام متعلم شهر واللي متعلم شهرين فهمت ولا فكرت ليا كان كل الولي يهز صغاره فهمت ولا ولا ولده فهمت ولا يهز لحانوت الحجام على اساس الحجام من فما نظافه وفما معناها عنايه وفما معناها باش يسرق الصنعه ويشوف كذا معناها دور كبير ياسر كان عند الحجام. وانا فما ما فكرتش فما حجامه معناها يلزمهم يتذكروا بالاسم لانهم عطاوا للحجامه وعطاوا للبلاد ويجلهم معناها رحمهم الله ربي يرحمهم فهمت ولا. وفيهم اللي مازال حي كعبات حي كان تسمح نسمي لك ولو انا ما حطيتهمش بالترتيب لكن كتبت معناها حطيت الاسامي نتاعهم الكل. مثلا مش ناخذوا سي العجرة سي العجرة ذي كان طهارة تولي طهارة ذاك تول نذكرهم لك سي حبيبة ذي فما حجامة اي فما حجامة امتهنوا طهارة ايوه فهمت ولا. وفما حجامة ينحيوا الدم وينحيوا الزرطة وينحيوا كذا فهمت ولا. ديما الحجام تلقى عنده حاجة يمتاز بها. عندك سي محمد حلوية الله يرحمه الله يرحمه وابنائه. عندك سي جبنياني عندك سي حمد العلاني، احمد العلاني زاد من الناس الطيبه فهمت الله يرحمه فهمت ولا. عندك سي مصطفى طبيب في السوق عندك حمادي طبيب ولده عندك سي عروق عندك سي مصطفى المعيلي الله يرحمه كان في البطحه خدم مع الوالد نتاعي المنجي الخضراوي زاد كذلك المنجي الخضراوي خميس الخضراوي كان في الدروج نتاع المرشي سي خميس شلغوم لهذيل بوجدارية مصطفى بوجدارية شهر القطوس هذا معناها انا ما نسيته ربما ما يشكروا فيه برشا في مصطفى بوجدارية. عبد الرحمن العزعوزي سي لهذيل العزعوزي سالم الحميزي الله يرحمه الله يرحمه يوسف بن عياد سي حمد الترودي سي مصطفى بن عميره هو طهار سي مصطفى بن عميره خذا صيته كبيره في القاهره وينحي الفتله ويعمل كل شيء ثم حتى جوارات بشيء فهمت ولا ينحي لهم الفتله بارك الله عليه الله يرحمه فهمت ولا. طيب صراحه سي مصطفى بن عميره قعد من الاخرانيين اللي معناها عندهم دور كبير كان في المجتمع ويحبوه الناس. سي حميده حلويه من زكي توفى ربي يرحمه وربي يجعله من اهل الجنه. اولاد الترودي زاد برشا اولاد الترودي معناها امتهنوا حرفه العلاقه. سي خميس فما زاد سي خميس اللي حدا الاتحاد. اي سي عبد اللطيف العياشي سي حمد بوديده سي عامر المثلاني الله يرحمه
كليوباترا محمد الهمامي كان في معناها فهمت الجورات وكل عنده هو تو ولده خذ عليه المشهد في عبد الرحمن الخراط في محمد صالح الحطاب في بن سلامه بشير بن سلامه في بو حافر فهمت في الحاج المناري طهار طهار من القدم في محمود الرماني طهار الله يرحمه في طهار الله يرحمه في عبد الرزاق العياري الله يرحمه خدم مع اولاد حلويه هذوما كل معناها سي الحبيب بن شيخه سي الحبيب بن شيخه الحبيب بن شيخه اي واولاده فهمت ولاده ممتازين الحبيب بن شيخه هو ممتاز وطلع زوز اولاد بارك الله عليهم صنايعيه فهمت ولاده وسي حمادي سعد الله سي حمادي سعد الله وسي عثمان بن عثمان ايوه الله يرحمه كان حانوتهم قبل قاوة عراك اي هذوما من القدم هذوما فهمت ولاده هذوما اللي عندهم قلت لك معناها عندهم ضلع كبير في القروان وعندهم دور مجتمعي كبير ياسر عاد هو الحجاج يا سي محمد يا سي محمد ما تنساش ولاد الغربي الحبيب الغربي الله يرحمه الحبيب الغربي اي نعم ولد حميد وبيك عليا العبيدي بيك عليا العبيدي هذايا من القدماء راهو قديم ياسر هذايا مع قتل انا مره اخرى في صبره كي سي محمد ما قلت شهلول راهو مرجع هاو قاعد حبيت نقول لك بعض الاسامي اكيد مش رجعوا لي انا ذاك حد اجتهادي انا قلت حكيت على مصطفى بن عميره وعلى الجماعه كل وحكيت عن عفوا وبيك الشهيبي كان في سوق وبيك بكير أو بكير الحاج بكير هذا طهار من القدماء من الناس الطيبين طهرني انا ايوه اي هذا حقيقه رجعوا هذه راهو تكريم للناس اللي هذاك علاش انا ذكرت اساميهم ربما فما كعبات ما نسيتهم الله غالب لا كمال الله ما نقول انا نقول الله ما قال لي نقول اللي نعرفه وما نعرفوش الا غالب عاد سي علي العبيد هذايا جاء ولده معناها قد كيفاش قال لي ما تذكرش ببي قلت والله لا نعرف انا ما ان شاء الله مناسبه ان شاء الله تجي وان شاء الله نذكره هاي جات المناسبه هذه بكل ونحن نكرموا الحاج جميل الكل اللي نعرفوهم واللي ما نعرفهمش واللي حتى أكيد. اللي خذاوا المشعل توا هذوما ان شاء الله فهمت الله عندك الحق والله نحب نسمي البعض اللي خذاوا المشعل اللي هما برشا كثروا توا فهمت الله اما البعض اللي خذاوا المشعل وراهم طوروا زاد الحلاقه فهمت الله اي اكيد اي سي حماد المنوبي سي فاتح الشرطاني سي محمد معناها عبد الرزاق حلوث عمر الهمامي عبد الرزاق الجمالي هشام فرحات فتح الحماس عماد البقلوطي محمد المطيري صاحب المكني سيد المقدولي كمال الدرعي مختار السرحاني رمزي حرش محمد المهدواني فهمت ولا معناها برشا هذوما كل هذوما توا جيل هذايا قاعد يصور معنا وقاعد يخدم تبارك الله فهمت ولا صاحبي كليوباترا فهمت ولا برشا هذوما كل اسي محمد انا نعرف العمل اللي كنت تقوم به قبل في اتحاد الصناعه والتجاره وخدمنا مع بعضنا تقريبا 20 سنه في الاتحاد مع بعضنا ونهضنا بعديد الحرف منهم حرفه الحلاقه هذيا وانت مشكور لك فهمتني ولا قمت بعديد المهرجانات وعديد الملتقيات فهمتني ولا ونشكرك سي محمد ونحن نحبوا الناس اللي تخدم البلاد السعيده وان شاء الله كل واحد من جنبه يخدم اللي سي محمد احنا رانا احنا ما نقعدوش احنا باش تمشي نحن القراوه يقول سي بشير بن عثمان عنده كلمة وذكرناه بالخير فهمت الله ديما وانت قبل يقول لي نبداو نحكيو على المشاكل البلاد وشو يقول لي ربي حننا على بعضنا وبالفعل الكلمة ذيك معناها اللي ناقصة في القراوة اللي معناها فهمت الله الناس خدمت بالذات سي عبد العزيز وما نشاوس سي عبد السلام نقاتي ما نذكرش الفرقة الأخرى هذاك من الرعي الاول سلامي وفنان وحجاب وكان يخدم على الوالد هذاك انسان اصيل التو واني راني يرحم عرفي يرحم مرته عرفي يسال فهمت اللي على البنات اخواتي يعرفهم فردا فردا نخدم مع الوالد نتاعي فنان وسلامي راهو معلم درب مع سي عبد المجيد درب مع سي عبد المجيد وخدم معاه مطرحه القديمه يعرف سعد مجيد مليح ويعرف فهمت سي محمد انا بيدي خذيت عليه شويه من الفن ايوه سي محمد كان ممكن تحكي لنا على ليله العرس الحجام دوره مع العروس هو يمشي العروس الحجام يعمل حمام هذا أيوة. المفروغ منه
الحمام كانت حاجة سكرية معناها بالنسبة لفماشي أو عمل دوش وكذا. أيوة. اليوم الحمام ذاك هي سكرية بالنسبة للعروس والجماعة نتاعو اللي مش يزم خاصة الوزراء. كنا أيوة. مشهورين نحن الوزير الأول الوزراء أيوة. ثم اللي يعمل زوج ولا ثلاثة وزراء يكبر الصف الموكب الموكب ويمشيوا للحمام وبعد يخرج الموعد مع الحجاب يمشيلوا للدار. أنا ريت يا سي محمد في بعض الحالات الحجام يمشي للحمام مع العروس يصاحبه يمشي هو يستدعى أكيد من أيوة. هو من المستدعين فهمت الله أيوة. لما كان ما عندهش وقت فهمت الله يختم هذا ما يمشيش ما أيوة. هو من المستدعين فهمت الله يمشي له للدار فهمت الله تبديلا محطوطه في الكنستر ولا في الفليجه فهمت الله من الكرافات من الالف حتى فهمتني أيوة. يبدل له بوك الدبوسه بارفان كانت لاباليته وكانت هذيك الدار وكذا فهمت الله ويبدا يبدل له فهمت الله ويرقل له كذا ويلبس السوريه والسروال والكلاس وكذا ثم يقعد على الكرسي يعمل له تركيحه بتاع الشعر بعد ما حجم له كل شيء يركح له الشعر فهمت الله يلبس البيسه وبعد يخرج لك في الدار ولا الجرده فهمت الله والعباد تبدا ثم كان ثم حزب ولا ثم حاجه جو فهمت الله بالذات سينون العباد تتلم وصلار الرسول واجواء معناها ما عندكش فكره كان سي محمد كان العروس فما دابوس البارفان سي محمد كان دابوس البارفان ريت ياخذ الحجاب انا بيدي حجمت البارسه والدبوسه ما نعطيهاش بعد ما نفوح بها هاي نقول لهم دوروا بالدهماني نفوح لهم شويه شويه ونقول لهم دوروا بالدهماني ونعمل لك ونحطها في الساك نهزها حجمت البارسه كانت عاده هي عاده ياخذها نفوح بالكدا لك اليوم ومسح له بدنه الكل وكذا وشنو بعدك البيت هذيك ما هي تقعد سوفينير هذيك تقعد للذكرى فهمت ولا فهمتني ثم ويعطيه بعض النصايح راهو فما نصايح كهكا الحجاب خاطر عنده تجربه ايوه عنده تجربه فما ناس تعرس سن صغير فما اللي جاته فجاه فما اللي كذا الحجاب ينصح يعطيه بعض النصايح فهمت ولا معناها في الزواج في كذا في كذا فهمت ياخذها بعين الاعتبار ثم فهمت لا في يخرجوا فك الصف هذاك والعرايس اما بالجبايب ولا بك الكرافاتات بك الموكب والوهره وكذا من تالي وسط الرسول فهمت لا وتعدي فما قهاوي معروفه قهوه حسنات وقهوه قلبي وعراك فهمت لا ونتعدى يصبوا له كل شويه تاي ويقولوا سي محمد فمك بهزيج يقولوها يا صلاه يا صلاه لا يبركوا سلا عرس سلا يا صلاة لا رسول الله هذيك الجو فهمت والله ما صلي والله ما صلي هذيك سي محمد فما حاجه تفقدت توا في الحجامين هي كان الشخصيه تاع الحجام الوهره تاع الحجام وهره يدخل كي وزير عنده احترام يحترموه يقدروه وجو ان ذكر حانوت الطبيب في باب السوق فهمتني ولا حانوت السوق وين راس المر كان عنده حانوت احسن حانوت في القيروان تتذكر سي محمد ولا انت معايا ولا كان حجمه عنده كانت شخصيات البلاد وكان حانوته برخام ويبسي بلوزه بيضه كل يوم يلبسها البلوزه ينحاها وكل بلوزه وكل تعرفش علاش عنده اناقه عشان الرافي بي انا بي نفت عليه بك البلوزه البيضه وصار هكا وكذا مبسوط وكذا تقول كان وزير سي محمد وسي شعلون لانه الحجام هو رمز الحياه ورمز النظافه فهمت كيفاش ويعني كي تراه انت الحجام تستبشر وفما فتله يا سي إذا وليدك ناقص كلام حطه عند الحجام. أيوة. شنو هو الكلام؟ خاطر هذيك مدرسة يجي الناس وتقعد يتحدثوا فما حوار ساعة يتحدثوه كذا معناها يخرج كان الإنسان متعلم متلقط حتى في مخه متلقط. سي محمد رجعت لنا الذكريات. فما حاجتين كانوا عند الحجام هو التجارب نتاعو لانه الحجام وانا ما صارت لي معناها حجمت الفئات المجتمع معناها من الوزراء للولايات للمحاكم للرؤساء المحاكم فما ثقه حتى كي واحد يقول لك كلمه
فيه مئة الحديث مسميش صحيح. مثلا هو والله كنت نحجم رئيس المحكمة ولا رئيس المنطقة قال لي كذا وكذا ونسيت صاحب نقول هذا لا تسمى الكلام هو مدام يجيك وعطي فيك ثقة ويجيك كذا فهمتوا لا يعرفك الشخص هذاك اللي هو ثقة ونظيف فما مصداقية يا شي محمد أنا سمعت برشا كلام وبرشا حاجات ويحكيوا لي وكذا وشنو فهمتوا عندهم ثقة فيه مال الكلام خرج ولا فهمت الله وقال ولا فما كذا ولا فما كذا ولا عملوا كذا ابدا هذه كذبه وذاك اللي اخويا شكري انا بكل صراحه أيوة. وبكل مراره لاني مهنه شريفه ومهنه طبي وذاك علاش انا غادرتها في وقت ما حسيت اللي معناها قبل ورغم اللي خدمت النطاق وعرفت الخبايا نتاعها وكل شيء تبدلت الظروف وما عادش تنجم تتحكم في الوضع نتاع وجاتك الثورة وجدتك الكلام دخلت بعضها شوية فهمت ليه معناها إنسان أصون كرامتي من قبل حبي فإن القلب عندي فوق صدري معناها بعدت فهمت ليه معناها الميدان وربي والدنيا واسعة وعريضة ويا ربي لك الحمد نعم سي محمد دم وعرف كيفاش فهمت سي محمد نشكروك يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الإطلالة شكري أيوة. حاجة من الحجام بعد هذا ميمة غدوة تجيه الميدة نتاع الحجام فهمت لها فيها خبز البزاز وفيها المرقه العربي هذيك وفيها معناها اكل الحلو فهمت لها هذيك هي الاولى تمشي للحجام من ناحيه دار العرس تمشي للحجام فهمت لها والعشيه سي الحجام سي العروس أيوة. يا بتلقاو تقتق ولا قهوة قلب اللي كانوا معروفين فهمت لها بالجبايب ولا بالكساوي والوزرة معه ويعملوا قاعدة وقهوه وكذا معناها شو كان شو يعطيك الصحة سي محمد نشكرك على الإطلالة هذه وإن شاء الله نتقابلوا في حصة أخرى يعطيك الصحة بارك الله فيك يعيش ضيوفك الكل يعيش سي محمد ميرسي طبعا نشكر أيضا الفريق التقني سي نوفل الشرطاني مهندس الصوت سي سيد الدين بولعريس مهندس الصورة سي هام حمدي في تقديم الأخبار أنس الهمامي في تأمين وتنسيق التليفونات طبعا عبد الله الحطاب لقسم الرياضة نقطة نهاية حصتنا اليوم من برنامجكم حضرة الأسياد على إذاعة الحياة أف أم إلى اللقاء إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله على أمل اللقاء هذا شكر القداح يحييكم تصبحون على خير حضرة الأسياد مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد